اللي يحتضن من 28 نوفمبر لواحد ديسمبر 2019 مؤتمر العلمي والتجاري في مجال تربية النحل. اليوم برشا مفاجآت، مسابقات، مزاد علني، شهائد وجوائز باش تكون في انتظاركم الناس الكل، وتعرفوا وتكتشفوا عالم تربية النحل والفوائد متاع الاقتصادية والصحية وحتى بعض المعلومات العلمية على العسل وعلى المجال هذا متاع تربية النحل، لأنه عالم كبير. باش نرجع مرة أخرى لزميلنا أسامة الموجود غديك ومعاه ضيف جديد. مرحبا من جديد أسامة. مرحبا، مرحبا فتحية، مرحبا سحر، مرحبا مستمعي راديو ميد. دونك مازلنا موجودين في معرض الدولي للنحل، أجواء كبيرة برشا، احتفالية، عديد العديد الضيوف اللي موجودين من جميع الجنسيات. معنا بتبيع بشكل أكثر تفاصيل سي محمد الناجح من الإمارات، دونك هو اللي منظم المعرض هذا، يعطينا أكثر تفاصيل على الضيوف وعلى الزائرين المعرض هذا موجود في معرض نابل الدولي. مرحبا سي محمد. مرحبا، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك سيدي، مرحبا بك على موجات راديو ميد، ومرحبا بك في تونس الكل. المؤتمر ولا المعرض هذا ككل، كما قلنا احنا كنا حكينا قبيلة شوية مع سي فاتحة بن شوية، أعطانا فكرة على شنو باش نلقاو اليوم في المعرض، شنو الموجود، لكن هيت ناخذوا على المشاركات التونسية والدولية عامة اللي باش يكونوا موجودين في المعرض هذايا، وشنية الخصوصية امتاعوا، لأنه هذية للمرة الثانية يكون المعرض هذا موجود في تونس. دونك على الدورات السابقه ولا التنظيمات السابقه، اسني شنو اللي باش نلقاوه جديد، وشنو المميز في المعرض هذا يا اسني؟ كيف الحال اخواتي، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الاخوه في تونس. المعرض السنه طبعا هو المعرض يختص بقطاع النحل عامه، سواء ملكات النحل وتجاره ملكات النحل وتجاره النحل بشكل خاص والمستلزمات والمعدات الخاصة بصناعة النحل، وأيضا منتجات النحل، منتجات الخلية من عسل، حبوب لقاح، بروبوليس، فينوم، كل ما هو يتعلق بالخلية. وإحنا للشركة شركة ENHV وشركة الناجح، هي شركة إماراتية وتعتبر من الشركات الرائدة في قطاع النحل في الوطن العربي، هي وكيلة لأكثر من 9 شركات عالمية. فإحنا حبينا دي كانت أول مشاركة لنا في شمال أفريقيا، وطبعا كانت مشاركة مميزة لأن احنا كنا بنطمح لدخول السوق ده، وإن شاء الله يكون فرصة كويسة يكون عبر تونس. المعرض مميز فيه شركات من بلدان مختلفة، من تركيا، من الصين، احنا بنمثل 9 شركات، إيطاليا، فرنسا، بولندا، ففي تنوع، في تواصل، في حضور كويس من نحالين من ليبيا، من الجزائر، من تونس، وده كنا نتمنى التواصل معهم من فترة كبيرة، فكانت فرصة أن الأفرقة إكسبو في تونس يكون فرصة لهذا اللقاء. في المجمل أنا صراحة متفاجئ بالجمال اللي في تونس، المدينة جميلة جدا، إن شاء الله يكون بداية لعلاقات تعاون أكثر في المجال التجاري إن شاء الله. إن شاء الله، كما قلت في المجال التجاري والاقتصادي عامة، لأنه العباد اللي تسمع فينا سي محمد، معناها ربما المواطن العادي ولا الشخص العادي كي تقول له تربية النحل يعرف منه كان العسل، معناها استخراج العسل، ولكن هو معناها مجال شامل وكبير، وثم أسواق نتصور اليوم مفتوحة في مجال تربية النحل وفي تصدير المنتوج متاعهم والآلات الموجودة في استخراج المادة هذية، وفي تكوين كل يوم فيه مجال مفتوح، كل يوم فيه حاجة جديدة، كل يوم فيه اكتشافات جديدة. زي ما حضرتك تفضلتي حاليا، صناعة النحل صناعة ورائدة واعدة جدا، وحتى الحكومات والدول بتهتم جدا لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل، خاصة هو مشروع مربح للشباب حديث التخرج أو العاطلين عن العمل، بالجمعيات النحاليين، الجمعيات الأهلية بدعم من الحكومة، حتى في السعودية حاليا في مشروع قائمين عليه، بيجي المواطن العادي أو لو عنده مشكلة في فرصة العمل بيجي ياخد دورة تعريفية، وبعدين بيتسلم 10 خلايا، أصبح أنه بيتعرف، بينتج العسل، بينتج حبوب اللقاح، غذاء الملكات، 6 منتجات الخلية، وبتعاقد مع شركة بتسوق هذه المنتجات. فهو مشروع واعد وصناعة واعدة واهتمام عالمي أصلا بقطاع النحل في الفترة دي، فإن شاء الله يكون ده تسليط ضوء على
في تونس، وتكون تونس أرضا رائدة في شمال أفريقيا في هذا الدور التعامل. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم ويعطيكم صحة، ومرحبا بكم في تونس أكيد هذه بلادكم، تشرفونا في أي وقت، وإن شاء الله كما قلنا المجال هذا متاع تربية النحل والاقتصاد هذا المعمول في في فيما يتعلق والمربوط بكل ما يتعلق بتربية النحل واستيراد وتوريد المادة هذه متاع العسل وغيره تلقى نجاح أكثر وتنفتح السوق التونسية والسوق الإفريقية الكل على المجال هذايا. شكرا لك مرة أخرى سي محمد الناجح الخفيجي من الإمارات، يعيشك. شكرا لك، وشكرا أيضا لزميلنا أسامة اللي كان حاضر معنا اليوم في زوز مداخلات هذوما، ونقلنا الأجواء والجديد اليوم اللي باش تلقاوه في معرض نابل في اللي يحتضن مؤتمر العلمي والتجاري في مجال تربية النحل. كما قلت لكم ملول باش تلقاو مسابقات، باش تلقاو مزيد علني للعسل، باش خدموا لكم زادة شهائد والجوائز معناها باش يكون موجود. هذه الكل تلقاوه من 28 نوفمبر الواحد ديسمبر 2019 اليوم مع الحداش دونك الحداش بالضبط تم فتح المعرض، ومتواصل بقية النهار وما ساعتين باش يكون الافتتاح الرسمي للمواطنين. دونك امشيوا وعملوا طلة وشوفوا واكتشفوا هالمجال هذا الكل. احنا نرجعوا للموسيقى نكلين معكم بعد شوية متبقى.